السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا جديد. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم فواحد الموضوع اللي شويه كنخمم في هاد الايام، قلت علاش ما بارطاجيه معكم. هو بزاف ديال البنات اللي كيتفرجوا في يوتيوب كيجيهم الله بان وحده عندها انشين يوتيوب كتفهم في كل شيء، وبان هي احسن منهم، وبان هي يعني كتعرف اي حاجه، وبانهما ما ساويين حتى شي حاجه، وهي اللي سبيد، وهي اللي كتنوض بكري، وهي اللي كتمحتاج. بزاف ديال البنات كنلاحظهم كينوضوا كيقول لك روتيني اليومي 7 الصباح، فطرت ولادي، ديتو مدرسه، جيت عجنت من سمان، جيت عملت الغداء، غديت ولادي، مشيت عملت سبور، جيت مشيت عملت فلان فلانيه. هما كيكونوا ديك الفيديو مصورينه في ايام وايام، كيعملوا لقطه من هنا ولقطه من هنا وكيشاركوها لكم. مي الناس البنات اللي كيبقاو يشوفوا ديك الفيديوهات كيبقاو يلوموا راسهم، علاش حنايا نمشي في حاله، شوف هي كيفاش انيقه واخا عندها قده ديال العواول، وكيفاش كديها في راسها، وبلي واخا كتعمل هادشي كامل بلي كتجي تعمل ماسكات. راه البنات النص كبد ديك البنات، واحد ما كيصوركم في فيديو في نهار، يعني ديك الفيديو كتجبر حتى واحد ما كيقول لكم هاد الهضره بحق، كونوا متاكدين. راه خصوصا البنات اللي عايشين في اوروبا، راه حنايا النهار هنايا كي دغيا كيتسالى، يعني الا كنفتحوا عينا كيكون صافي تسالى النهار، واخا تنوض في 7 الصباح راه الغيان غادي تسالى ديك النهار. مستحيل تعمل داكشي كامل وتنوض وتبدل في الصباح وتدلس في العشيه بلي دخلت عملت ما، راه هي ديك بنادم راه فحالو فحالكم، غير هي كتعمل معاكم فيديوز، كتشارك معاكم بعض الحاجات اللي كتعمل مزيانه، بحال اللي تاتوما كتعملوا الحاجات مزيان، تاتوما عندكم بزاف الحاجات في حياتكم كتعملوها مزيان، ولا تاتوما جبتوا واحد طريف من النهار وطريف من النهار وطريف من النهار وشاركتوه مع بعضياتكم، راه تاتوما عندكم ما تعطيو وعندكم ما تقولوا. غير هي ما تبقاش تخليو بنادم تبقى تلوموا راسكم، راه حنا ماشي مزيانين، راه حنا بزاف في الكومونتير انا كنشوف كنكون كنتفرج شي وحده انت حيت سعداتك تينا كيفاش انيقه كيفاش كتعمل كيفاش، ما تبقاش تلوموا راسكم. راه تاتوما تقدروا تعملوا في حاله وتقول راه داكشي ماشي مصور في نفس النهار، باسكو مستحيل تنوض وتعمل وتفعل والنهار مجبد، النهار زعما ما عمش شحال في هاد الساعات. نقول لكم لا كامله قدت الساعات كيتسالاو دغيا دغيا، خصوصا حنايا في اوروبا هنايا النهار دغيا كيتسالى، يعني مستحيل تعمل داكشي كامل، كونوا متاكدين من هاد الناحيه. كنشوف مع مرات الكومونتور راه كنبقى كنقول لهم علاش عندهم هاد الناس، واش ما كيفطنوش، واش مستحيل ومستحيل. بعد البنات كتهضر معاكم كيفاش تعملوا كيفاش تعملوا مثلا تصرفوا مزيان، كيفاش راجلي خطبني وكيفاش انا نعمل صاحبي، كيفاش زعما بحال هي زعما كتفهم في كل شيء، ولا مثلا ما تبقاش تعملوا هذا، ما تبقاش تطيحوا براسكم، نقصوا القيمه ديالكم باش تطلعوا بنادم اخر. يعني ديك بنادم اللي كيعمل معاكم يوتيوب مني انا وجبد، يعني حنايا اي واحد مثلا عنده شي فكره ولا مثلا عنده شي معلومه ولا جرب مثلا شي حاجه كيبارطاجيها معاكم، كيعجبو يبارطاج يعني كيبارطاجي الحاجه اللي يعني ماشي بنادم اللي كيعمل اليوتيوب يعني صافي كيفهم في كل شيء، هو بان زعما ما فيهش اخطاء، وبانه هو كيعرف حياته بارفيت، يعني ما عندوش شي مشاكل. مره ما خصكمش يكون عندكم هاد الفكره، يعني كونوا متاكدين راه يعني ما نهضرش على كل شيء، نهضر على بزاف ديال الناس فهمتيني، خصوصا ملي كيشوف عايشه في السعاده وهي راجله مزيان معاها، وانا راجلي كيعمل لي وفعل لي وجاب لي وعمل لي وفعل لي، كيبقاو يلوموا راسهم علاش حنا ما عندناش، علاش انت حيت في كومونتير وانا ما كنعمل شي وانا ما كنفعل شي، سعادتك كتخرج. خصكم تفهموا راه ماشي كلشي هذاك اللي كتشوفوا مور اليوتيوب، ماشي كلشي هذاك، خصكم تفهموا هذه، يعني ما تبقاوش تلوموا راسكم. يعني بزاف البنات كينوضوا يعملوا مشاكل مع الرجال ديالهم ولا مع الاهل ديالهم على هادشي، مثلا شوف لي انا عندك، كيبقاو حنا بنادم يعني اي واحد فيه ديك شي مداخل، يعني كيشوف شي واحد مثلا شي واحد عنده شي حاجه ولا مثلا عايش حي ديالو من الضما، كيقول علاش انا ماشي هكذا. ما نقدرش نقول مثلا، ما نبقاش نقول لكم غيره، بحال نقول لكم مثلا ديك كيبقى يلوم راسو، يعني بقاو تردوا بالكم، يعني حتى البنات اللي كيعملوا يوتيوب خصكم تبقاو تردوا بالكم، ما تبقاش مثلا تحيالوا بزاف، مثلا شوفوا راجلي شي نعمه، ما تبقاش تبينوا الحاجات بزاف اللي يقدر بنادم اخر يعني يبقى فيه الحال. راه كاينه مساكن الناس الله يكون في العون ما عندهمش يعني كي بزز يعني باش كيدخلوا يشوفوا ديك فيديو باش يفوج عليهم شتيتو، كتجبر غير اللي كيحيالها شني شريت انا في مشى انا، يعني كتبارطاجي الحاجه بارطاجيها مثلا معقول، مثلا ماشي ديك الحيالات بزاف، كاينه بعض الحاجات والله ما تبصح، بعض المرات كتجبون غير بوبليسيتي. سمحوا لي كنهضر هذا بحق فغي، حتى شفت شي كومونتير صافي، يعني كيبقى فيا الحال والله العظيم، لبقى فيا الحال كيلوموا بعض كيلوموا راسي، وكتجبر نص كبيره غير في الاعلانات
مثلا شي واحد كيقول مثلا بريزونتي الحاجه فلان فلانيه، يعني كتجبر بزاف البنات كيبقاو يلوموا راسهم وكينوضوا مشاكل مع الرجال ديالهم بسبب هادشي. ردوا بالكم البنات اللي كيعملوا يوتيوب خصهم يردوا بال، و ميم طون البنات اللي كيسمعوا خصكم تكونوا شويه مطورين، يعني ما تبقاش تثقوا بكل شيء، ما تثقوش بكل شيء، يعني ما تثقوش بكل شيء، و ميم طون تثقوا في راسكم نتوما، يعني تثقوا في راسكم نتوما، يعني ما تبقاش تلوموا راسكم حنايا حنايا ما كنعملوا شيء وحنايا ما كنفعلوا شيء وفلانه كتعمل وفلانه، يعني هاد الحاجه ما كايناش. بحال بان الناس البنات اللي كيعملوا يوتيوب ولا مثلا كيعملوا يوتيوب كيفهموا في كل شيء، نو حنا مثلا اي واحد مثلا عنده شي الا ولا كان شي واحد مجال ديالو، مثلا شي واحد في التقنيات مثلا كيعمل فيديو على داكشي، ولا مثلا المهم شي حاجه في المجال ديالو، بحق حنا مثلا حنا الناس نورمال كنعملوا معكم فيديوز كنبارطاجيو معكم الحاجات مثلا اللي يقدروا يفيدوكم، ولا مثلا يعني ماشي بنادم كيفهم في كل شيء، يعني خصكم تعرفوا هذه، وماشي بنادم كينوض في الصباح كيعمل المسمان ويخرج ويعمل ويتغدى ويمشي للسبور ويمشي للمدرسه ويعمل عنده العور في الدار، يعني مستحيل داك الشيء يوقع، يعني مستحيل، يعني خصكم تكونوا والله العظيم ما عمرك كتجبر فيديو قداش هو طويل والنهار كامل ملي كتنوض في الصباح نوض وعمات والروتين، مستحيل تكون تهددتي ولا عملتي ديك النيتواياج كامل في الدار، مستحيل، واش بنادم روبو، يعني مستحيل، يعني اي واحد واخا تكون انت ما عندكش حافيك القوه غتعمل ديك النيتواياج كامل تجيب ولادك المدرسه ديهم يتغدى في العشيه تكون مدقده، والعشيه كتنوض وتمشي للسبور وتخرج مع صحابها وتعمل وتفعل، ما كايناش هذا، يعني بنادم خصو يكون البنات اللي كيتفرجوا خصهم يفهموا، والبنات اللي كيعملوا فيديو ما يخصهمش يزيدوا فيهم واحد بالعد ديال الحيالات واحد بالعد، يعني بزاف د المشاكل كيوقعوا بسبب ديال هادشي، يعني خصو خفوا على بعضيتكم، خفوا على بعضيتناش، كيبقاو يلوموا راسهم علاش حنايا هكذا علاش هي هكذا، راه البنات اللي كيبارطاجيو معكم كيبارطاجيو معكم يعني فواحد اللي كيكونوا في الحاله ديالهم مزيانه، يعني كيجيو كيبارطاجيو فرحانين ضحكانين، كيشوفوا الله دائما هكذا، الا توما كيكون عندهم مومون دو فيبليس كيكونوا ماشي مزيانين، كيكون عندهم واحد الحاله ديال الاكتئاب في حياتهم، يعني غير ملي كيشبروا الكاميرا يعني كتكون الحاله ديالهم مزيانه، مني ونكون يعني ولا شبرت كاميرا حتى كنكون مزيانه، بحال حتى حنا كيكون عندنا واحد الوقت ديال في حياتنا يعني ماشي مزيان، فينا اكتئاب ما عندناش كان عندنا حتى شي حاجه، طلعنا الدم شعرنا طالع في السماء، يعني نورمال، هذه حاجه نورمال في حياه بنادم كامل، يعني ما تبقاش تلوموا راسكم تقولوا لا هذوك هما اصلا يعني كيعطيكم واحد الطاقه ايجابيه، يعني هادشي كيعملوا في فيديو ملي كيكون يعني كيعطيكم واحد الحاجه يعني طاقه ايجابيه في حياتكم، ماشي كيجيو ينكدوا عليكم هادشي كيبانوا مزيان ولا يعملوا الحياه ديالهم يوميا غادي تنكدوا، يعني ما خصكش تشوفوهم دائما فرحانين يقول الله دائما هما فرحانين في حياتهم، لا يعني توما عندهم واحد الحياه صعيبه، تا هما كيعياو تا هما كيكون طالع لهم الدم، تا هما كيوقع لهم حاجات خايبين، يعني ما تبقاش تربطوا حاجه في هذه، يعني الله يكون في العون، كاين بعض البنات كيبقاو يتفرجوا كيشوفوا وحده انا تغديت مطاع في الفلاني، انا فطرت مطاع في الفلاني، انا راجلي شاف لي هايده، كاين بعض البنات عندهم الحق، يعني ديك الحاجه بصح بارطاجيو، ماشي ما تبارطاجيو ما تزيدوش فيهم، ما تبارطاجيوش كلشي، ولا مثلا ما تزيدوش من عندكم، حتى كاين بعض الناس كيزيدوا من عندهم، انا عملت وانا فعلت وانا لا عملت، واخا عندكم واحد الحاجه بارطاجيو مثلا الحاجه اللي شريتو قولوا بان حتى انتما مثلا يعني باش كتجبدوا ديك الطرف ديال الخبز حتى نتوما كتخدموا، ولا حتى نتوما عندكم واحد حاجه باش كتجيبوا منها ديك الفلوس، يعني حتى حاجه ما سهله، يعني كتبقاو تبيعوا للناس الاحلام ولا يوتيوب غتدخلوا ما عرفتش منين الفلوس، كيبقى الناس كامل عنده كانه ترجعوا كيتعراو في روتينيها ما عرفتش منين كيوريو هذيك ديالهم على عباد الله، يعني والله العظيم هادشي زعما كيحز في نفسي بحال اللي كيقولوا، والله العظيم لا كتشوف شي حاجه خصوصا لي كومونتير، باش كنشوف لي كومونتير كنمشي عند شي وحده كنشوف لي كومونتير اللي عندها والله العظيم كيطلع لي الدم، كنقول زعما نتا بنادم حتى لهاد الدرجه، المهم زعما ولا مثلا شي واحد كيعمل لكم شي حاجه مسعده تكتينا ضعفتي مزيان، وهي حتى ضعفت وجات عملت لكم هاد الفيديو، حتى هي كانت غليطه وحتى هي وقع لها مشاكل، حتى هي يعني لي كومونتير كنشوف ناس كيتصغروا راسهم بزاف، ردوا بالكم حاجات بحال هكذا، المهم انا غير واحد الحاجه اذا شفت ما عجبتنيش وقلت زعما علاش لا ما نهضرش معكم في هذا الموضوع هذا، باسكو فريمون هادشي ولا بزاف، ولا مثلا كتجي شي وحده عندها لاشي اليوم كتهضر كيف طياح بركابي، كيف ما يرجع كيبغي، كيف ترجع صاحبك، وما انت حيت تقول مثلا بحال هي ما عرفش شنو هي، وكيفاش اجي دابا انا خرجت معاه قدا وقدا، وكيفاش دابا نعمل باش يجوج بيا، كيفاش نجي نعمل الدار، كتبقى تقول لهم زعما بحال هي زعما خبيره، انا كاين الناس مختصين في هادشي بحال ماشي اي وحده تقصيوها، كاين بعض الناس هما مثلا خبيرين يعني عندهم خبره في هادشي، مثلا شي كوتش ولا شي حاجه بحال هكا، ماشي كتقصيو اي واحد وكشي واحد كيجاوب عليكم وانتم زعما كتثقوا في اي واحد، يعني عادي عندكم
وكيشبقوا لنا ديك بنادم بان ما عندهاش شي ديفوز وعايش الحياه ديالو في الرفاهيه وعايش مزيان، غير اللي كتشوفوا في كاميرا راه الصور وكاميرا راه كيخدعوا بزاف الناس، عندهم مشاكل مور دي الكاميرا. ثم ما كتشوفوش كيبان لكم دابا نتوما اي يعني البنات كاملين اللي كيعملوا يوتيوب عايشين في السعاده وعايشين مزيانين ومفشين والرجال ديالهم كيبغيوهم وعاملين لهم فوق راسهم ومعاونينهم على الدار وثم يعني نورمال نورمال يعني يطلع لكم الدم تدخل الدار ديالك كتجبر مثلا صداع ولادك هادي. كاينه بزاف البنات مثلا منظمين في حياتهم بالحق ماشي حتى ديك الدرجه اللي كتشوفوا نتوما اللي كتفكروها ماشي حتى ديك الدرجه يعني بزاف البنات والله العظيم لا غلطين غلطين بزاف كنشوف لي كومونتير بزاف غلطين ماشي غير شويه للاسف ما خصكمش تثقوا باي حاجه كتشوفوها. وديك البنت مثلا اللي كتعمل معكم فيديو راه هي خدمت على راسها باش تعمل فيديو كتحاول ما كنلومش البنات اللي كيعملوا فيديو على كلشي يعني بعض البنات كيحاولوا يخرجوا لكم حاجه غير حاجه ايجابيه كيوريكم بان هما مثلا فيهم لينيرجي يعني باش كيديكم كيحفزوكم تكونوا نتوما بحالهم ماشي كيقول لكم حنايا هكذا راه كنكونوا دائما هكذا. حق بزاف ديال الناس راه خطير راه هذيك المومون دو فيديو اللي كيكون بنادم كيوريكم غير فيديو حتى هي كتعيا حتى هي يعني ما ماشي كلشي هكذاك. هادشي اللي بغيت نقول لكم وسمحوا لي بزاف. المهم انا حاولت غير نهضر معكم فواحد الموضوع فريمون جاني بيزار باسكو اكثريه لي كومونتير لي كيجيوني في شكل وسيتا حتى فيديو باش كنشوف شي فيديو شي وحده كتقول انا عملت وانا فعلت وانا فعلت وانا عملت يعني مستحيل واش ما كتقاداش واش ما كتعياش فهمتي ما كاينه ما كايناش هذه يعني حاولوا تبارطاجيو شي حاجه بوزيتيف مع البنات باش تعملوا لهم لينيرجي وباش تعطيهم واحد 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 حاجه ايجابيه في حياتهم بالحق ما يعني ما تزيدوش فيهم. الكوب كنشوفهم حنا عايشين مزيانين مره وراجل ولادهم الحلاوه كنقولوا اه عايشه في السعاده سعدات بهذا الراجل سعدات هي بهذه المراه اين فوا كتسمعهم صافي طلقوه نفس الحاجه يعني ما كتعرف ما كنعرفوش شنو واقع في الديور تاع عباد الله ما كنعرفوش شنو واقع مور الكاميرا. هادشي اللي بغيت نبارطاجي معكم. او سي بزاف ديال البنات كتجبرهم كيعملوا لي بوبليسيتي ولا شي حاجه بحال هكذا وي هذه شريتها قدام وهذه شريتها قدام وهذه جابها لي موماغي وهذه عملت لي ما عرفتش شنو. وبنات اللي كتفرجوا لا كوف العام كاين واحد اللي ما عندهمش كتبقى تلوم راسها كتدخل الدار كتجبر راسها ما عندها شي فلوس وراجلها ما عندوش كيقول انا مزيان ما نقدرش نعطيك اليوم كتبقى تلوم راسها وانا شوف فلانه كيفاش عايشه وكتشوف راسك تقول انا علاش حتى انا فيا عندي حقي في الزين وعليا هي خايبه عليا اش انا مزيونه عليا علاش عايشه في هذه الحاله هذه كتبقى تلوم راسها كيبقوا على مشاكل في الدار ديالها يعني ما تبقاش تخليوا راسكم تكونوا فابل من هذه الناحيه يعني حاولوا تكونوا قويا وما تثيقوش باي حاجه كتشوفوها كاميرا يعني اي حاجه قدامكم كاميرا راه هذيك كتسمى غير الكاميرا وغير اللي خصهم هما يبينوا لكم مني نكون يعني اي حاجه كنبغي انا نبين لكم. صافي البنات هادشي اللي بغيت نبارطاج معكم حاولوا ما تاثروش يعني اي واحد مثلا شفتو احسن منكم ما تاثروش هو تقدروا نتوما تكونوا يعني اقل منه مثلا فلوس بالحق تكونوا مثلا الداخل ديالكم سعيدين كثر منه غير هما كيبينوا لكم حاجات مزيانين نتوما ما كتبينوا حتى شي حاجه وصافي يعني ردوا بالكم هاد الناحيه. وكنتمنى زعما اي وحده مثلا شافت هذا الفيديو يا مجوجه يا ماشي مجوجه ما تبقاش تلوم راسها الحاجات اللي كتشوف حاولوا تكونوا شويه اذكياء يعني ما تبقاش تخليوا مثلا اي وحده تاثر فيكم واي وحده مثلا شفتوها وشفتوا راس بنادم فريمون كياثر فيك مثلا كتلوموا راسكم على شي احسن منكم شي حاجه ما تفرجوش فيها احسن يعني ما تخليوش راسكم تمرطوا بديك على حاجه بحال هكذا يعني حاولوا تشوفوا بناس اللي قال منكم ثم تتوما طوروا من راسكم باش تكونوا تتوما عندكم يعني حاولوا تخدموا حاولوا تقراوا حاولوا مثلا كاينه خدمه باغ انترنيت كاينه بزاف الحاجات اللي تقدروا تعملوا بهم فلوس يعني ماشي ضروري تقتلوا راسكم ولا مثلا تلوموا الوالدين ديالكم ولا تلوموا الرجال ديالكم بانهم ما وفرولكم شي نفس الحياه اللي عند هذيك البنت. حاولوا تكونوا عندكم واحد القناعه حاولوا تكونوا قنوعين بديك الشيء اللي عندكم وشوفوا دائما بنادم اللي تحت منكم ما تشوفوش بنادم اللي عنده حاجه اكثر منكم باش تعيشوا بواحد الرضا مع راسكم مع النفس ديالكم وتكونوا قنوعين ما كاينش احسن من القناعه. كنعطيكم واحد بوسه كبيره وشكرا بزاف خليت تبعتوا الفيديو معايا حتى لهنايا. السلام عليكم.